مشاهدينا برحب بحضراتكم وحلقة جديدة في أسبوع جديد. بالأمس افتتحت أولمبياد باريس 24 واللي كان ينتظرها العالم كله. أقيمت على نهر السين، شارك فيها 6800 رياضي من 204 دولة. في ظل حالة من الترقب الشديد لعدد من اللاعبات الكبير، تقريبا 32 رياضة منهم 28 رياضة رئيسية، ده سبب أدعى أن العالم كله يتجه نظره إلى فرنسا لمتابعة هذا الافتتاح اللي دايما بيكون فيه فانتازيا، فيه تجديد، فيه إبهار، فيه تجميع، فيه إظهار للفن وأهميته للرياضة وفكرتها أنها تكون بتجمع الشعوب مش بتفرق. لكن اللي حصل في هذا الافتتاح هو في مشهد سخيف، وكأنهم هم بيهيلوا التراب على هذا الحدث الرياضي اللي الناس بتنتظره كل ما حدث. فكرة بقى أن يكون فيه في حفل الافتتاح تجسيد للوحة من القرن الـ15 لليوناردو دافنشي عن العشاء الأخير، وهي العشاء الأخير ده كان هي الصورة مع حضراتكم، دي الصورة الرئيسية اللي تحت لليوناردو دافنشي كانت من القرن الـ15، واللي فوق ده جزء من الاحتفال الراقص أو التجسيد لهذه اللوحة بأشخاص مثليين وبتصرفات غير لائقة، لأن أنا طبعا المكان اللي أنا فيها يحكمني في التعبيرات جدا. ظهر فيها مجموعة من فنانين متحولين جنسيا في عرض فيديو مطول تجسيد الشخصيات المرسومة في لوحة العشاء الأخير. العشاء الأخير بالنسبة لنا هي الأفخارستية أو سر التناول، ده سر من أسرار كنيستنا المقدسة وأيضا عقيدتنا المسيحية اللي بنفخر بها دائما. فكرة إدخال المثليين وفكرة إدخال هذا العرض داخل الافتتاح شيء مش مفهوم ومعيب. الجميع ومازال العالم كله بيقف أمام فكرة المثلية الجنسية وقبولها أو رفضها، ومازال في وستظل مرفوضة. أن تكون فرنسا اللي المفروض أغلبيتها الدينية مسيحية، وأن يكون الممثل في هذه الألعاب أيضا دول معظمها مسيحية أو حتى غير مسيحية، كيف يقبل أن تهان ديانة أو يتعرض لها بهذه الإهانة الفظة؟ معروف أن الديانة المسيحية لا تقبل وترفض بشكل قاطع فكرة المثلية الجنسية. أن نأخذ لوحة تمثل فكرة العشاء الأخير أو سر التناول، وهي كانت قبل ليلة الصلب مباشرة للسيد المسيح، ولها كل هذه يعني في نفسية المسيحيين لها كل هذه المكانة. فكرة بقى إيه اللي دخل المثلية الجنسية في عرض للرياضة؟ إيه اللي دخل عرض فني المفروض يكون مبهر، يكون يسعد الناس لمثليين جنسيين، وخاصة ممكن يمثلوا أي شيء آخر، ممكن يبروزوا أي ناحية أخرى في الرياضة، لكن لماذا فكرة لوحة العشاء الأخير؟ ما المقصود؟ هل المقصود التقليل والإهانة من الديانة المسيحية؟ لماذا كل هذا الانزعاج من الديانة المسيحية؟ الحقيقة حالة انزعاج دولي وعالمي وإنساني كبير جدا على كل هذا التجاوز من بلد المفروض ان هي راعي الحريات، من بلد المفروض ان هي حامل حريات. وقبل ما تتكلم عن حقوق الانسان يقول لك فرنسا وباريس بلد الحريات اللي بتدافع عن اي شيء فيه تجاوز للحريات. هل ما حدث ليس بتجاوز؟ هو الحقيقه برضو في صمت دولي، صمت رسمي. لماذا لا نرى ادانات دوليه، ادانات من طوائف، ادانات من مسؤولين على هذا الصمت، على هذا التجاوز تجاه الديانه المسيحيه وسر من اسرارها العظيمه هو سر التناول او الافخارستيه؟ خليني يمكن هو البيان اللي صدر وحيد، وسامحوني لان الخط صغير جدا، عن مطرانية انطلياس المارونية، انطلياس الرومانية، الى كهنة وابناء وبنات ابراشية انطلياس الرومانية المباركين. يشكل الحقد تجاه المسيحيين والتجديف على يسوع المسيح الذي ظهر في حفل الافتتاح الالعاب الاولمبية في باريس العاصمة المفترضة للحضارة، عاصمة بنت الكنيسة البكر، انحطاطا جديدا لمجتمعنا البشري. لا يسعنا إلا أن نشجب هذا العمل الدنيء وهذا التدنيس القذر الذي ينتهك كل مقدساتنا باسم الحرية والتعبير الحر، وهو يهين أيضا روح الألعاب الأولمبية التي وجدت أصلا لجمع الشعوب على المحبة والاحترام المتبادل.
تعويضا عن هذا التجديف المقصود ندعو أبناء كنيستنا أن يصوموا ويصلوا ويجددوا عبادتهم للقربان المقدس ولقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر كي يعبد يسوع ويكون محبوبا حيثما وجد الإنسان. نشكرك يا رب على نعمة الإفخارستية والعشاء السري، نشكرك على محبتك لنا والمغفرتك لكل الأهانات التي تقبلها من أجل خلاصنا. الحقيقة تجاوزات بلا مبرر، فكرة الخروج عن المنطق وعن فكرة اللائق، قدموا هذا العرض بأي ناحية أخرى، لكن لماذا فكرة الأفخارستية؟ لماذا فكرة هذه اللوحة الشهيرة اللي كل العالم يعرفها وكل العالم يتحدث عنها؟ حقيقة فكرة أن فرنسا بلد الحريات مش فاهمة قوي هم عايزين ايه، لكن هم من فترة طويلة بيحاولوا الترويج لفكرة المثلية، واعتقد عندما يكون الرئيس او الحكومة او ما شابه هذه سياستهم بيكون ده بيسهل كتير على اللي تحتهم. فرنسا بتعيش خراب غريب جدا من فترة، ولكن زاد هذا الخراب من يوم الخميس الماضي، فكرة ايقاف معظم محطات القطارات، فكرة التخريب المتعمد، تقريبا من كل 10 قطارات اشتغل 7 فقط إلى الآن بعد التخريب اللي كان حاصل في فرنسا، والعالم كله كان حزين وبيتابع ما يحدث. لكن القانون كمان جرم ما حدث، ده يعتبر ليس حرية فن ولا هو حرية رياضة، لكن ده ازدراء للأديان واضح جدا وغير مقبول بالمرة. كل اللي أرجوه من العالم كله أن يكون في وقفة، يكون في يعني دور للمجتمع الدولي يرفض مثل هذه الإساءات للدين المسيحي بهذا التعمد في حدث دولي عالمي كل الدول تقريبا موجودة ومشاركة فيه. يعني أنا مش فاهمة قوي فكرة الدول اللي ساكتة أو اللي قبلت بهذا العرض، فرض يطالب المسؤولين عن هذه العرض بأن هم يكون فيه اعتذار رسمي مقدم. لو عرفنا أن مخرج العرض توماس هولي هو ملحد شاذ من أصول يهودية هو المسؤول عن هذا وتقديم هذا العرض بهذا الشكل، حقيقة شيء مخزي، زعلانين وشيء مؤذي، لكن المسيحية ستبقى هي فخر للعالم كله. أي شيء ومحاولة لتدنيس، في هنا ناس في بعض التكريس لعبادة الشيطان، حفل افتتاح دور الألعاب في الأولمبية، وده يمكن منصات كمان غير مسيحية. الخروج عن المنطق بقى واضح، العبث، فكرة أن أنت تبعد بالإنسان عن فطرته الطبيعية. عندما خلق الله الإنسان خلق آدم وحواء رجل وامرأة، لم يخلق رجلين أو امرأتين. هي دي الفكرة اللي هم عايزين يمحوها علشان يقضوا على النسل البشري، وده اللي هتفضل المسيحية وقفلهم. وعلشان كده سابوا كل حاجة، كل اللي ممكن يبهرون به، كل اللي ممكن يقدموه في هذا العرض، وأخذوا فقط فكرة اللوحة أن يتجسد بهذا الشكل الفظ الخارج عن المنطق والخارج عن المألوف كمان، سواء على مستوى الفن أو على مستوى الرياضة. يمكن اللي أخذ موقف مباشر جدا وخليني بحيي منظمة الاتحاد المصري برئاسة المستشار نجيب جبرائيل، استنكرت محاكاة لوحة العشاء الأخير بلوحة من المتحولين جنسيا في حفل افتتاح أولمبياد باريس أمس. أكد المستشار نجيب جبرائيل أن ما حدث مخالفة صريحة لاحترام العقائد، ولا يمكن يحاول من الأحوال اعتبار نوعا من الإبهار الرياضي الذي بلا شك لم يكن مقدرا من ملايين من المسيحيين حول العالم، مطالبا اللجنة المنظمة بالاعتذار عما حدث في اعتداء على الذوق العام وجرح مشاعر الملايين. بيشرفنا على الهاتف المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان. برحب بحضرتك سياده المستشار. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. برحب بحضرتك يا فندم، يعني انا بشكرك على هذا البيان السريع جدا واللي في وقته جدا. عرفني اكتر عن هل ممكن يكون في اجراءات قانونيه تؤخذ؟ والله بص يا استاذ قلت، طبعا هي سقطه شنيعه من دوله تحترم، مفترض ان تحترم حقوق الانسان، وقامت على مبادئ الثوره الفرنسيه الحريه والمساواه والعداله، وايضا تدعي انها تحمي القيم. فالحقيقه النهارده فرنسا لم تعد هذه الدوله التي ننظر اليها كدوله يعني اخلاق، دوله ديمقراطيه ودولة الفن والحضارة، بقت بعيد جدا. وبلاد النور، يبدو أن بلاد النور من نوع آخر وليس بلاد النور الذي كنا نعرفها، وكان يفد إليها يعني الأدباء والشعراء والفنانين إلى فرنسا.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى الحقيقة أنا بعتبر أني ما يعني لا ألتمس إطلاقا أي عذر أو تبرير نحو إضافة نوع من الفن أو الترفيه أو الانبهار لإخراج هذه يعني هذه الاحتفالية الأولمبية، وإنما أنا أعتقد أن هناك أجندة غربية منذ زمن طويل كان يستغلونها لفرض أو لتعليم أو لإدخال لتمرير هي خطة حاصلة وحاضرة بقوة فعلا يعني. بالضبط، وده بدأت الحقيقة منذ كأس العالم في فرنسا في سنة 22 لما حاولوا إن هو يعملوا على هو قزح وعليه الألوان الجنسية، وتصدت لهم دولة قطر ومنعت هذا الموضوع. فأنا أعتقد كمان بالإضافة لإني إن هو ما فعلته فرنسا أمس في الاحتفالية دي إن محاكاة صورة العشاء الأخيرة والعشاء الرباني هو يعني أصبنا في الصميم كمسيحيين باعتبار إن هذا هذا جوهر العقيدة المسيحية للعشاء السري أو العشاء الأخير. وبالتالي الحقيقة يعني أنا لا أخفي عليك سرا منذ أن يعني أصدرت هذا البيان، وأنا أشكر كثير من الآباء الأساقفة الأجلاء أنهم اتصلوا بي الحقيقة، وأيضا دعموني أو يعني أو لم كانوا دعموني جدا طبعا، وأنا في سقط مسيحي سواء بره أو جوه، وأيضا من إخواتنا المسلمين. وبالتالي الإجراءات اللي حضرتك بتقولي أنا عاملها إن أنا غدا إن شاء الله سوف أتوجه للسفارة الفرنسية لأقدم مذكرة احتجاج رسمية، إن هي الدولة المنظمة لأولمبياد باريس، وأيضا سأتقدم بمذكرة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وإن أدى الأمر سوف أسافر إلى باريس لمباشرة هذه الإجراءات، لأن هذا ليس لا يمكن أن ينطلي تحت معنى الحرية. هل في منظمات أخرى ممكن تنضم لحضرتك؟ بالضبط، إحنا بدأنا فعلا منظمات تصل بينا، ومنظمات في فرنسا، حتى في منظمة أوبتي في فرنسا اتصلوا بينا ومصدمين معنا، لأن الفكرة أن هذا الموضوع الحقيقة هو محاولة اختراق لتقاليدنا والعدوان على أدياننا. وأيضا يعني حضرتك أنت تصوري مثلا إحنا امبارح كان ملايين من البشر بشاهدوا التلفزيون والافتتاحية الكبيرة، وأطفال وكبار وأطفال وبنات وصغار يشوفوا هذه الإشمئزاز وهذه المناظر المقززة والتي تدعو للإشمئزاز. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هذا مدعاة لمحاولة إبهار للحاضرين، وإنما هناك أجندة خفية يعني خبيثة من خلال هذه الاحتفاليات تريد فرضها على العالم وخاصة الدول دول الشرق. وبالتالي إن حتى يعني كما يعني حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت إن الرياضة هي لغة تقارب بين الشعوب وليس مدعاة لإشمئزاز أو استنكار أو إزدراء الأديان في معانيها. وعشان كده إن احنا ناخد إجراءات قانونية إن شاء الله منذ باكر. وعايز أقول لحضرتك إن يعني حتى يعني كثير من الإعلام والمنظمات اتصلوا بينا عشان يدعمونا في هذا الاتجاه. يمكن عندي سؤال لو تسمح لي، هل ممكن يتم انسحاب دول ولا كان بدأ بالفعل بعد العرض؟ وكان بدأ بالفعل بس كده. حضرتك برضو يعني أنا بصراحة مش قادر أفهم قد إيه في دول بتدافع عن دينها واخدة موقف، يمكن اللي كان قادر على هذا الانسحاب كانت هتكون روسيا، وهي غير للأسف غير مشاركة في الأولمبياد. بس كنت الحياة برضو يعني زي ما أنت تفضلتي كنت أود برضو إني من المؤسسات الدينية وعلى رأسها الفاتيكان مثلا هي كان يصدر بيان سريع في هذا الأمر. لكن على العموم دي مسألة يعني حقوقية برضو إحنا يعني نسلك فيها إلى آخر المدى، لأن لا يمكن أن نرضى من وجهتين أي إساءة الأديان. وكمان يعني إحنا بنعتبر إن الأفخارستية أو سر التناول المقدس أو العشاء الأخير ده جزء عزيز وغالي وركن مهم وجوهري في كنيستنا او في مسيحيتنا يعني الحقيقه. وبالتالي لا يمكن ان احنا نسكت عن هذا الموضوع. وحضرتك زي ما تفضلتي ان حتى المخرج يعني هو يعني ملحد، ف يعني لكن كان انا كنت حريصه ان انا اجمع معلومات اللي بيحصل ده يعني مش ممكن أشكرك. يكون عشوائي ولا ممكن دي. بل هو دي تعمد. المعلومة دي الحقيقة أنت اللي جبتيها دي مهمة جدا جدا، إن المخرج الملحد ده لأني لكن فيه في لجنة منظمة المفروض إن البرنامج بيتعرض على اللجنة المنظمة، اللجنة الدولية المنظمة يعني تجيز أو لا تجيز. لكن بهذا الشكل المزري المسف
الازياز والاشمئزاز ويدعو الى يعني المقاطعه. الحقيقه ده شيء احنا لا يمكن ان نسكت عليه. سياده المستشار انا هطلع من يعني من فكره هنا الكلام الرسمي مع حضرتك كرئيس منظمه، ساحدثك كانسان بتتابع منذ سنين الحقوق والحريات. احنا فعلا امام مخطط سياده المستشار؟ احنا فعلا امام مخطط تمرير المثليه الجنسيه لهدم العالم؟ احنا امام مخطط. انت فاكره حوالي حضرتك من حوالي 5-6 شهور كده كانوا قالوا انه في مدرسه في التجمع او في القرى الجديده عامله منهج وتصدت لها وزاره التربيه والتعليم، كان فعلا وتولد بالفعل الاشراف عليها، ده حقيقي اخذنا القضيه. وزاره التربيه والتعليم صدت وعملت لها اداره تبع الوزاره مباشره يعني، وقبل كده كان في عبد الشيطان، وقبل كده بيدعوا للديانه الابراهيميه. لا في مخطط، هي المسميات بتختلف لكن الخطه مستمره من اول مخطط. ما بدانا في عبد الشيطان لغيره وغيره يعني. لا يعني ده مش ده لا يمكن ان يكتب مصادفه او عفوائيه او حتى مجرد عمل فردي، لا ده عمل ممنهج ل يعني الهجوم على تقاليدنا وعلى اديانا وعلى شبابنا وعلى مبادئنا، وايضا يؤدي انحراف الشباب. ده مشكله خطيره جدا. كويس ان احنا الحقيقه نتنبه وبناخد خطوات، يمكن هي حاجه مهمه جدا تراعيها جميع الاسر يعني. كل الشكر سياده المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان. كل ما ارجوه من حضراتكم قبل ان انتقل عن هذه الفقره وكانت يمكن المقدمه بتاعتي، صلوا، لان فعلا احنا امام حروب شيطانيه كثيره جدا بقت على مستوى مش تحت الارض فقط ولا الشيطان فقط، بل كمان بقى لها اعوان واعوان ذو نفوذ وحكام ورؤساء بيحاولوا تمرير كل ما هو ضد اراده الله. فكل اللي بطلبه من حضراتكم صلوا، وهو مش بعيد ابدا عن الفقره السياسيه اللي احنا بنتكلم فيها، لكن ده امر واقع، نحن نحارب ونحارب بقوه. خلينا نبدا مع حضراتكم اولى اخبارنا اليوم، وهي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اجتمع بوزير التربيه والتعليم محمد عبد اللطيف ومدير أكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم. الاجتماع تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونة العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين. وقد تم في هذا الصدد استعراض جهود رفع مستوى وتطوير آليات انتقاء وأعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية. نطلع مع حضراتكم ونشوف تقرير رئاسة الجمهورية ونرجع ناخد مداخلة نعرف أكتر عن هذا اللقاء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تم تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية، حيث تم في هذا الصدد استعراض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، حيث أكد السيد الرئيس الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم خاصة العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة، وبما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس. عارفين حضراتكم ان رئيس الجمهورية بكل ما عنده من مسؤوليات ومشاغل على كل المستويات الداخلي والخارجي ان يأتي بوقت للقاء وزير التربية والتعليم، انا عايز اقول لكم دي رسائل كتير جدا، دي مسؤولية كبيرة جدا لوزير التربية والتعليم، واعتقد كان فيها تكليفات اكثر واكثر مما يعني طلع لنا في الصحف او في اللقاء. خلينا نرحب باستاذ ياسر سليمة الصحفي المتخصص في ملف التعليم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ ألفت، وتحياتي لحضرتك وجمهورك الكريم. تحياتي وتقديري لوجود حضرتك معانا. كيف قرات او كيف تابعت لقاء وزير التربيه والتعليم بالرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بدايه الدوله المصريه بتهتم بالتعليم باعتبار التعليم هو امن قومي للدوله المصريه. وكمان بالنسبه للتعليم هو احد الجناحين اللي نقدر نوصل بيهم للجمهوريه الجديده، اذا كان التعليم او الصحه.
احنا دلوقتي بالنسبه لرؤيه الدوله وبالنسبه لوزاره التربيه والتعليم اللي بتسعى لانتاج جيل من الطلاب، الطلاب دوت اللي فاهم مش حافظ، طالب بينتج المعلومه، طالب بيفكر، طالب بيبحث، ومن هنا بتبقى المسؤوليه كبيره جدا على المعلم. فالدوله المصريه من خلال اللقاء فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير التربيه والتعليم دكتور محمد عبد اللطيف وبحضور الفريق اشرف سالم زاهر مدير الاكاديميه العسكريه المصريه، بنعمل على تاهيل المعلم اللي يقدر يتحمل المسؤوليه على اكتافه، المعلم اللي هو مش مجرد موظف، المعلم اللي يكون صاحب رساله. فطبعا بالنسبه لهذا اللقاء بنهتم بتاهيل المعلم من خلال محاور كبيره جدا، اختيار المعلم الاكثر كفاءه اللي يقدر يكون عامل من عوامل النهضه التعليميه من خلال سمات شخصيه، من خلال تدريبات بدنيه، من خلال دورات تدريبيه هتتم ان شاء الله تعالى باذن الله لتاهيل المعلمين، المعلم اللي يكون سماته الشخصيه اللي يقدر يتحمل هذه المسؤوليه، اللي يكون مثقف وقادر على انه يساعد الطلاب ويمنحهم من تفكيره ومن هدوءه، ان يكون معلم مش بس بيوجههم للمعلومه، لا ده كمان بيمدهم بمصادر التعليم عشان خاطر الطالب بتاعنا يتحول لباحث في ظل التطورات التكنولوجيه الجديده وفي ظل الاي اي والذكاء الاصطناعي. فكره المعلم المتخصص والمالك ادواته كمان بيتحول لقدوه، مش مجرد ناقل للتعليم للاولاد. خليني اسال حضرتك السؤال الاهم اليوم، وهو فكره ان في بعض المصادر بتقول ان نتيجه الثانويه العامه هتكون ما بين الاربع والخميس القادم، هل ممكن تبقى بالسرعه دي فعلا؟ بالنسبه للمؤشرات الاعلانيه وزاره التربيه والتعليم بالنسبه فيما يخص نتيجه الثانويه العامه، نتيجه بعض المواد، نسبه النجاح قد ايه، نسبه الطلاب اللي حصلوا على الدرجه النهائيه قد ايه، ولكن كل دي تكهنات، مفيش حاجه مؤكده من وزاره التربيه والتعليم ان نتيجه الثانويه العامه هتظهر امتى، ولكن بنقول لشبابنا ابطال الثانويه العامه انتوا اجتهدتوا وان شاء الله تعالى باذن الله ربنا هيكبر خواطركم وهيتكللوا بافضل نتيجه باذن الله، فنصبر ونستمتع بوقتنا وننتظر نتيجتنا ان شاء الله تعالى باذن الله بكل خير باذن الله. شرفتني ونورتني يا استاذ ياسر سليم الصحفي المتخصص في ملف التعليم، بشكرك جدا على هذه المداخله الهامه. كمان دكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، رافق مدبولي في الجولة وزير الإسكان ورئيس جهاز العلمين الجديدة وعدد من المسؤولين. أكد رئيس الوزراء أن العلمين الجديدة مشروع حضاري مميز توليه الدولة اهتماما خاصا، مشددا على أن جولته تستهدف دفع معدل العمل في المشروعات الجارية بالعلمين الجديدة للانتهاء منها وفق التوقيتات المقررة وأسرع إجراء التسليم للوحدات الجاهزة في المشروعات السكنية مع التسويق الجيد لمختلف المشروعات بالمدينة. خليني أقول لكم بس إن احنا رحنا العلمين دي كانت لسه يعني يدوب حجارة زي ما بيقولوا، أو لسه مباني صماء ما فيهاش أي تفاصيل. عملنا حلقة هناك وكنت مع زميلي العزيز باسم سعد وكان المخرج والمحرك والدينامو لهذه الحلقة. تقريبا من كتر ما كان بيحفزني كل ما أتعب أنا والفريق صورنا كل اللي كان فيه دكتور مصطفى مدبولي النهاردة، الحي اللاتيني، الأبراج، داون تاون، سكن مصر ومشروعه ومزارين اللي موجودين هناك، الأبراج الشاطئية، المنطقة الترفيهية، منطقة الشواطئ. تقريبا تخيلوا حضراتكم كنا على يومين او على يوم صورنا كل ما يخص العلمين، ما خليناش فيها اي حاجه، وكانت لسه بوادر العظمه والجمال. المهرجان بيخليكم تشوفوه كله، كل الجمال اللي فيها ده دلوقتي. العلمين اللي كانت مدينه الغام واصبحت الان مدينه الهام حقيقي بكل الجمال اللي حصل فيه، كل ده في فتره يعني تحسب فعلا للدوله المصريه. أنا فخورة بالحلقة اللي احنا قدمناها اللي يمكن كانت صورناها على يومين وأكتر، لكن طلعت في ساعة ونص واختصرنا فيها كل اللي موجود دلوقتي، ونكون إن شاء الله نحاول إعادة مثل هذه الحلقات مقارنة بما يحدث على أرض الواقع وكل هذا التقدم بالسرعة دي. معانا على الهاتف أستاذ عبد اللطيف وهبة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف. مساء النور يا فندم. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. أنا عارفة إن حضرتك كنت مصاحب رئيس مجلس الوزراء في جولة اليوم بالعلمين الجديدة. نعم. طيب خلينا نشوف بعين حضرتك ماذا حدث اليوم في هذه الجولة، وماذا كان تعليقات رئيس مجلس الوزراء على كل ما شاهد اليوم. أولا يعني رئيس الوزراء تفقد عدد كبير جدا من المشروعات في منطقة العلمين،
يعني مش عايزين نقول الإبراد فقط، ولكن حتى مشروع سكن مصر في مدينة العالمين. هنا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكد أن مشروع سكن مصر بيعد أحد المشروعات المتميزة لشريحة متوسطة الدخل بمدينة العالمين، منها الناس اللي بتشتغل في الأماكن السياحية أو غيره. توفير يعني بصي حضرتك، أما بتعملي كومباوند أو مجموعة من الكومباوند في مكان بيلزمها يعني خدمات لوجستية، عمالة بيلزمها، مرافق بيلزمها، مثلا العمالة دي محتاجة سكن، محتاجة مستشفيات، محتاجة مدارس لأبنائهم، إقامة كاملة، سوبر ماركت، أسواق، كل ده بالفعل كان موجود من أول يوم في التخطيط. ده طبعا لازم يعني، ولذلك هنجد ان ده اللي هم الخدمات اللوجستية دي في منطقة العالمين. ايضا في المقابل تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع يعني مزارين بمدينة العالمين الجديدة، وده مشروع كومباوند سكني شخصي تجاري اداري يعني مجهز على احدث التجهيزات، على مساحة حوالي أكثر من 700 فدان، يعني له شاطئ جنوبي لبحيرات العالمين مطل على الأبراج الشاطئية، عدد من الفيلات وخلافه. أيضا في المقابل الأبراج الشاطئية في مدينة العالمين اللي هي أقامتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، دي 15 برج سكني بوحدات سكنية حوالي 5200 وحدة، بالإضافة إلى وحدات تجارية. وأكد أن تنفيذ المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية تم الانتهاء من جميع الأعمال والهياكل الخرسانية، ودي طبعا الهدف من ذلك طبعا هو تعمير الساحل الشمالي بالكامل حتى في كل أشهر العام وليس الأشهر الصيفية فقط، يعني حتى الحدود الغربية. وبالتالي بدلا ما كنت بتستخدمي الساحل الشمالي لمدة 3 شهور أصبح مناطق سكنية على مستوى عالي جدا. ده بالإضافة لمشروعات أخرى طبعا، المناطق او الكومباوندز او المناطق السكنيه بيتبعها مجموعه من المرافق الاساسيه قبل اي شيء. واكيد زياره رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين اللي معاه بيسرع ويحفز كل هذه الانجازات. بشكرك جدا استاذ عبد اللطيف وهبه، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. خليني اخد مع حضراتكم قبل ما نطلع فاصل خبر هام جدا وكان الشاغل لتقريبا كل محافظات مصر اليوم، ان يكون في مبادره او حمله ايد واحده دي وتخلي كل محافظات مصر النهارده شعله نشاط، الجميع مجتمع مدني وحكومي ايد واحده، وده مش بيحصل كتير، ويبقى على ارض الواقع لتقديم الخدمات لكل من يحتاج لها. ده اكيد انجاز اليوم. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي اعلنت انطلاق حملة تنموية شاملة بعنوان ايد واحدة بالتعاون مع التحالف الوطني لعمل الاهل التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، وذلك لخدمة 1,500,000 من اكثر الاسر احتياجا. الوزيرة اكدت ان الحملة تستهدف توفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، مضيفة أن الحملة جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هيكون معانا على الهاتف أستاذ عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء النور والفت ومساء الخيرات على كل السادة المشاهدين. تحياتي وترحيبي بحضرتك. وخلينا أقول فكرة التضامن ما بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ده أكيد بيكون أفضل، لأن دايما معروف أن مؤسسات المجتمع المدني بتكون هي الأكثر تعاطفا وتعاملا على أرض الواقع. خليني أبدأ مع حضرتك أنه الحقيقة يعني شهادة مننا كعاملين في مجال العمل الأهلي ومهتمين بقضايا
الحماية الاجتماعية. اليوم النهاردة كان يوم من أيام التكاتف، من أيام الحياة العطاء للشعب المصري بشكل عام وللأسر الأولى بالرعاية بشكل خاص. إيد واحدة ما كانتش مجرد كلمة، وزي ما حضرتك ذكرتي إيد واحدة كانت الحقيقة اختزال لنشاط وحركة وبداية جديدة لشكل من أشكال التعاون ما بين مؤسسات الدولة في دعم الشرائح الأولى بالرعاية. احنا شايفين وزير التضامن بدأ يعني تجيد استثمار ملفاتها القيمة اللي من بينها منظمات المجتمع المدني، شايفين تحالف وطني بقيادات جديدة وقيادات يعني الحقيقة تطمح في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، وتطمح مش بس استكمال مسار التحالف المضيء الفترات اللي فاتت، لا كمان ده تقفز بالتحالف لتحقيق مزيد ومزيد من الأهداف. يعني كما يراها السيد رئيس وكما يرى السيد رئيس دور المجتمع المدني في بناء الجمهورية الجديد. الحقيقة النهاردة مؤسسات التحالف بكافة يعني مكوناتها بفرق عملها بمتطوعيها كانت كلها إيد واحدة. الجهاز التنفيذي للدولة ممثل في وزارة التضامن وكافة وكمان الهلال الأحمر كان في موجود رئيس الهلال الأحمر بالضبط. فالحقيقة ده في الشكل الاحتفالي، لكن كمان على الأرض فرق عمل مؤسسات التحالف ومتطوعي التحالف على الأرض الحقيقة كانوا بيمثلوا كمان إيد واحدة. يعني على سبيل المثال أنا كنت موجود في نقطة من النقاط الرئيسية لتجميع المساعدات وانطلاقها لدعم أهالينا في جانب تأمين الاحتياجات الغذائية. عايز أقول لحضرتك إن الروح اللي كان الشباب المتطوع بيشتغل بيها، الحماس الحقيقة، خليني أقول لك إن الحملة شبه الشعب المصري، يعني الشعب المصري بطبيعته بيحب التقديم الخير وإنه يتشارك. خليني أسأل من حضرتك سؤال مهم جدا، كيف يتم اختيار الأسر الأكثر احتياجا بناء على إيه؟ طيب الحقيقة أنا مش عايز بس أسيب نقطة يعني التعليق على أنه الحملة تشبه الشعب المصري، هو الحقيقة التحالف يشبه الشعب المصري، القيادات الجديدة في الوزارة تشبه الشعب المصري. خلينا أقول أن نائب وزيرة التضامن هي كانت اليوم بمثابة وجهة مشرفة واختيار أكثر من رائع الحقيقة. بالضبط، والحقيقة إحنا هنا بقى هي كمان يعني عامل تجميع ما بين انها عضوة في مجلس امناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وكمان تنفيذية وعلى في مرتبة عالية في الجهاز التنفيذي للدولة في وزارة التضامن نائبة الوزيرة. فهنا الحقيقة الدور كان مشرق. الحقيقة برضو خليني بقى ارجع لحضرتك، ازاي بنختار الاسر؟ وده سؤال مهم جدا. الحقيقة التحالف اجتهد عشان يجيب عليه باقتدار قاعدة بيانات دقيقة ومرنة وقوية وقابلة للتغيير على مدار الساعة اللي بيشتغل عليها التحالف، نجح انه ينجزها الفترة اللي فاتت، بيطبقها بمهارة شديدة. الاستعانة بالجمعيات القاعدية اللي قادرة توصل للأهالي في أماكنهم وفي قراهم، الاستعانة بفرق متطوعين على الأرض، كل دي الحقيقة عوامل لاختيار العناصر اللي تخدموها. بالضبط. هنا بقى نيجي بقى لحضرتك، طيب إزاي برضو رغم ومع كل الاشتراطات دي بنوصل للأسر الأكثر استحقاقا؟ طبعا المعايير التنموية المعروفة من مدى النشاط الاقتصادي لعائل الأسرة، وجود عائل الأسرة من عدمه، إصابة عائل الأسرة بمرض قد يعوق أو قد يستنزف موارد الأسرة في الأصل، وجود أشخاص ذوي إعاقة يستنزفون موارد الأسرة، دي كلها الحقيقة علامات. أستاذ عصام يعني أتمنى وقت حضرتك يسمح في الفترة القادمة وتشرفنا ونتكلم أكتر وبتوسع، وبالعكس هتكون الحملة كمان بدأت شغلها على أرض الواقع ونعرف من حضرتك تفاصيل أكتر. بشكرك جدا أستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني، كل الشكر وتحياتي وتقديري لحضرتك. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مجموعة صغيرة من أخبارنا ونستقبل فقرتنا الحوارية الهامة جدا اليوم.
برحب بحضراتكم، ومعانا خبر حزين حقيقي. لكن من أول ما اتعرف الخبر ده عن رحيل رجل الأعمال فريد حبيب عن عمر ناهز 92 عام، تقريبا حالة التفاعل اللي شفتها على السوشيال ميديا أو من خلال أحباء أعرفهم أو معارف، فكرة الكلام عنه بكل طيب وبكل خير وعن أسرته اللي كونها بشكل مؤثر على مستوى رجال الأعمال أو على مستوى المجتمع والكنيسة كمان. فكرة ان احنا بنقول ان احنا عايشين وخلاص، او ان عمرنا ملوش تأثير، او حياتنا هي ماشية وخلاص، حقيقي ده ظلم كبير جدا. لان لما بنشوف امثلة وقدوة راحلة تركت تأثير جيد على أرض الواقع، وتركت كل هذا السيرة، كل هذه السيرة الحلوة اللي الناس بتتكلم عنها إنها كمان تكون قدوة، الناس بتحاول تقتدي بيها وتكون خيرة وخدومة وطول الوقت بتقدم خدمات للناس، ده أكيد حياتنا دي مش هباء ولا هي عمر بنقضيه وخلاص. دي رسالة، ورسالة ما يترك منها هو المرجو منها. فكرة أنا سبت إيه بعد ما رحيلي، ده أكيد مهم جدا. ويمكن لما بنشوف رحيل النماذج المشرفة دي بيسيب جوانا بقى ان احنا كمان علينا دور ان احنا نترك ورانا السيره الكويسه، نسيب ورانا حاجه الناس تستفيد منها، نسيب ورانا تعليم الناس كمان تقلدها وتبقى قدوه للناس. عن عمر ناهز 92 عاما رقد على رجاء القيامه رجل الاعمال الاستاذ فريد حبيب رئيس مجلس اداره مستشفى فريد حبيب وشركه ماركير وام دي اي للادويه. وستقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة غدا الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بشيراتون، وتستقبل الأسرة العزاء غدا الأحد وبعد غدا الاثنين الساعة 7 مساء بالقاعة الملحقة بالكنيسة. وقد نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رجل الأعمال أستاذ فريد حبيب رئيس مجلس إدارة مستشفى فريد حبيب مؤكدا انه رقد على في الرب بعد حياه حافله بالعطاء للوطن والمجتمع والكنيسه. واشارت الكنيسه الى ان الراحل استطاع من خلال المستشفى والشركات التي انشاها ومؤسسات الخيريه التي اسسها ان يخدم الكل خدمه حقيقيه وصادقه، وخفف اوجاع المرضى والمتالمين، واوجد بيوتا للذين ليس لهم ماوى، واطعم عالما لا عائل لهم. بالإجماع كان عونا وسندا ومصدر أمان لكثير من أبناء الوطن. ربنا يعزي أسرته وينيح نفسه. أيضا تقدم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات بخالص التعازي في انتقال الأستاذ فريد حبيب طالبين إلى الله نياحة لروحها الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته وكل محبي. حابة أقول لحضراتكم أن الراحل فريد حبيب كان حائز على جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للثقافة والعلوم والخدمات الإنسانية، جائزة علا، وهي كانت جائزة علا غبور. الراحل فريد حبيب حصل على جائزة المركز الثقافي وجائزة علا غبور، ومعنا الصور أثناء تسلمه الجائزة من صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا. كانت جائزة علا غبور اللي بتمنح في العلوم للثقافة والخدمات، والمركز الثقافي هو من يقوم بمثل هذه الحفلات، تكريم قامات كبيرة في حياتهم، وده شيء ما بيحصلش كتير. يمكن من أهم هذه الأشياء أن يكون التكريم في حياة الفرد حتى يجد يعني في وقت من الأوقات كلمة شكرا بتقدم ليه في حياته، ودي يمكن من أهم إنجازات مثل هذه الجوائز في هذا التوقيت. ربنا ينيح نفسه ويعزي أسرته. ختاما هيكون معانا فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة والتي استمرت عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية. هيكون معنا تقرير من وزارة الدفاع. خليني أقول لكم بس أن بعد التقرير هنستقبل ضيوفنا عن فقرة هامة جدا، تقريبا فقرة بأن أو موضوع بأن سنوات بنتحدث عنه، لكن ابتدى يمكن لو لم يذكر شيء للحوار الوطني سواء تحريك هذه القضية في هذا التوقيت، وهو الحبس الاحتياطي. وهي قضية شائكة طوال الوقت، لأنها يعني تبص لها من منظورين، أنت بعض يرى أن هذا يحمي الدولة، البعض يرى أن هذا يأتي على حقوق الإنسان. فكرة هنا تفعيل القانون هي الحل في هذه القضية، أن يكون في نص واضح، يكون في قانون واضح
متى وكيف يكون الحبس الاحتياطي؟ فكرة أن أنا شخص يختفي لشهور أو سنوات بدون محاكمة قضائية، بدون محاكمة وصدور حكم عليه بهذا الحبس، طبعا ده شيء فيه ظلم شديد جدا. لكن النهاردة هنتكلم عن هذا الموضوع بكل جوانبه، فكرة أن الحوار الوطني أرجعه للنور، وإن شاء الله يكون في حلول الفترة القادمة. هيكون ضيفنا والأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وأيضا أستاذ صلاح علام الكاتب الصحفي والمحامي أيضا، علشان نتطرق أكثر للناحية القانونية. خليكم معنا بعد الفاصل لهذه الفقرة الهامة عن الحبس الاحتياطي.